السلام عليكم، يوم جديد وطبق جديد من مطبخ دليش بوت. واليوم حلانا كيكة الكريمة بالفانيلا، كيكة جدا لذيذة وهشة، والأحلى أنها ممكن تنوكل بروحها أو مع صلصتكم المفضلة. قدمتها مع صلصة القرفة والجوز ولا أسهل. ويلا نبدأ. في وعاء الخلط نضيف 4 بيضات حجم متوسط أو 3 بيضات كبار، مع كوب 1 من السكر وملعقة كبيرة فانيلا سائلة. نخفق الخليط لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يصير الخليط كريمي ورغوي. بعدها نضيف كوب 1 من كريمة الخفق السائلة، وضروري تكون بحرارة الغرفة، ونصف كوب من الزيت، ونرجع نخفقهم. وبشذي تكون مقاديرنا السائلة جاهزة. للخليط الجاف نضيف كوب ونصف من الدقيق، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة ملح، وننخلهم لضمان عدم وجود كتل. نضيف المقادير الجافة للمقادير السائلة ونقلبهم بهدوء بالسباتيولا أو ملعقة خشبية حتى يتجانس المزيج. ضروري ما نبالغ في خلط المزيج، ونخلط حتى تختفي المقادير الجافة عشان نتفادى هبوط الكيكة وتصير هشة. ننقل الخليط لصينية الفرن المناسبة وندخلها لفرن محمى مسبقا على حرارة 160 درجة مئوية، وفي هذه الأثناء نحضر الصلصة اللي راح نصبها على الكيك. نصب ربع إلى نصف كوب من الحليب المكثف المحلى، ونصف ملعقة صغيرة من القرفة، ولتركيز النكهة نزيد المقدار، وثلاثة ملعقة كبيرة من الجيمر أي القشطة. نخلطهم ونتركهم على جنب. وبعد مرور 35 دقيقة إلى 40 دقيقة نشيك على الكيكة بالسكين أو عود خشبي. نشك الكيكة بالسكين أو الملعقة الخشبية ونصب عليها صلصة القرفة اللي حضرناها أو أي صلصة بالنكهة المفضلة مباشرة بعد ما نطلع الكيكة من الفرن. بإمكانكم تضيفون الصلصة بعد ما تبرد الكيكة، لكن فضلت أضيفها وهي دافية علشان تتشرب شوية من الصلصة وتتركز النكهة أكثر. نوزع عليها كمية من الجوز عشان تكمل كيكتنا بطراوتها وقرمشة الجوز المميزة. الكيكة ناجحة 100%، وممكن نبدع فيها بإضافة النكهة المرغوبة مثل الهيل أو بهارات فطيرة اليقطين، وللتزيين ممكن نستخدم الفستق، اللوز أو الشعيرية الباكستانية. لو عجبتكم الوصفة شاركوها مع أحبابكم، جربوها في شهر الخير، الله يبلغنا وياكم بصحة وسلامة. لا تنسون اللايك والكومنت وتفعيل الجرس، ومع السلامة.